مدام سيالة، نفس السؤال، شنو هي خطورة وجود دخلاء على القطاع نتاعكم؟ كما قالت مدام هيثم، هو الدخلاء في الميادين الكل ما ينجموا كان يضروا بالسمعة نتاع المهنة هذيك، ويعطيوها معناها يخليوا معناها الحريفة تولي تفقد الثقة، والمهنة تفقد المصداقية نتاعها زادة. وقت اللي يعني أصحاب ميدان كما نقولوا، ما احنا في التجميل ولا في الحلاقة، استعمال لي برودوي معناها اللي ماهماش اللي ما تعداوش على خاطر احنا المعتمدين ولي برودوي المستوردة كلهم يتعداو على تحاليل، ويلزم يكونوا مطابقين مواصفات معلومة وباش يخرجوا فوالا مش مسيبة. دونك في نفس المجال كما قالت، كيما زريقة، كيما برودوي كسوا للشعر كسوا للوجه، هو هذايا ما ينجم كان يشوه المهنة ويشوه السمعة ويخلي العباد تفقد ثقتها، تقول لك لا أنا ما عادش نعمل سون فيزاج، عملت مرة سون فيزاج وجهي مشى. وهذه نسمعوها برشا مرات. علاش؟ على خاطر الناس ما فماش معناها، فما برشا دخلاء على الميدان اللي يخدموا باللي يجي وكيف ما يجي جست باش يخدموا. حكيت لي على المراكز العشوائيه، زاد حكيت لي على التسعيره، فما تسعيره موحده، انتم تتعاملوا مع زاد مع وزاره التجاره، مع وزاره الصحه، زاد تسمي لي مدام. ايوه وزاره يعني الصحه، وزاره التجاره، ونعمل مع وزاره الماليه. وزاره الماليه وعندكم كراس شروط، عندنا كراس شروط نظمنا، اما احنا الكراس شروط هذيا صرنا برشا وحنا نسعاو باش لتحيينها، فهمت؟ خاطر قديمه والنسق نتاع الميدان هذايا تسارع برشا وتطور في مده قصيره، تبقى مالوغوزمون هيك كيما تشوفوا معناها عدم الاستقرار السياسي، عدم الاستقرار السياسي، وتتوجه انت الوزاره اليوم ياخذوا من عندك الدوسي وما ينظروش فيه، وتعاود تمشي وتعاود تمشي. هو هذا الكل شنو يلزم يكون فما اصرار، يلزم الانسان ما يأيش. احنا مثلا انا من هنا نحب نوجه معناها دعوه لكل اصحاب المهنه واللي فغي بروفيسيونيل واللي هما يحبوا مهنتهم ويخدموا فيها بصدق، باش يتشبثوا بالحاجات اللي نقولوا احنا يعني يتشبثوا بأخلاقيات المهنه، ويخليوا باش يخليوا الصوره نتاعنا، يخليوا صورتهم نظيفه، ويسعوا باش يحققوا الاهداف اللي احنا دخلنا مثلا انا علاش دخلت للتجميل مثلا، علاش انا اخترت باش نكون خبير التجميل. دونك الا كان انا ما نحبش مهنتي وما نحبش نزيد لو بلوس، نولي ما عادش معناها تو نحكيو من بعد مدام سيالة على الحلول اللي تقترحوها باش تنظموا المهنه نتاعكم. نرجع لك مدام سيالة، شنو هي الحلول اللي تقترحوها باش تنظموا المهنه نتاعكم انتوما؟ الحلول اللي نقدر معناها كما قلت جوستومون تحيين كراس الشروط، تحيين كراس الشروط، هو كان كل واحد يبدا بنفسه. صحيح. كما قالت مدام الدكتوره هيثم، راهو ديجا 80% من الخدمه تخدمت، لكن كل انسان يحترم مهنته ويلتزم باخلاقياتها وما يتعداش على خدمه غيره، ويخدم معناها حسب المواصفات معناها المعروفه القانونيه، كو سوا من ناحيه لي برودوي، كو سوا من ناحيه التوفير معناها الحاجات اللازمه اللي تخليك تخدم باريحيه وتستقبل العباد في السنتر نتاعك، سنتر ديستيتيك ولا دو كوافور، تخدم باللي برودوي المستوردين ولا المحليين اللي يكونوا فيهم معناها ماهمش جايين عن طرق إليسيت وإليغال وداخلين معناها ما نعرفوش شنو ما فيهم وشنو ما فيهمش، ويجموا يتسبونا في برشا كوارث كسوا في معناها على الوجه ولا على الشعر، وهذه حاجه يظهرلي نسمع بها تو لي جور، الناس الكل تشكي من الحكايه هذيا. دونك معناها السعي باش كل انسان يبدا من نفسه، يبدا من روحه بالحق.
مدام سيالة أنت البريزيدونت دو جروبمون بروفيسيونيل ديستيتيك كوافير وبيانيتر وتو نحكيو من بعد على الشراكات العالمية اللي عملتوا فيها اللي خدمتوها مدام سيالة نعاود نرجع لك كنا نحكيو بكري على قمت ب يعني قمتوا في إطار يعني الجمعية نتاعكم مع شركات عالمية لو تحكي لنا سريعا على الشركات هذيا وشنو عملتوا جوستومون هو يدخل في نطاق التطوير وال التكوين المستمر جوستومون احنا في كونكت عملنا اون سيني شراكه مع لا سي ا تي اللي هي الكونفدراليه التقنيه والفنيه العالميه للتجميل والحلاقه واللي هي اترافير الشراكه هذه كنا معناها نجمنا نكونوا متواجدين في روسيا في ايطاليا وشارك معناها سي اون فورم دو فورماسيون او ميم طون دو بارتيسيباسيون معناها مشاركه باش ورينا احنا شنو نعرفوا نعملوا شنو نجموا نعملوا وتحصلنا على دايوغ عملوا في روسيا اون 2020 فيفري 2020 تحصلنا على لو بروميي بري في روسيا معناها في المشاركه نتاعنا باغ ايكيب معناها مثلنا تونس وتحصلنا على الجائزة الأولى وكان الحق حدث كبير برشا خاطر روسيا كمان حاجة صحة يعيشك دكتورة هيثم هلالي دوك الوقت قاعد سي وفاة أخصائية في جراحة الوجه والفكين جراحة الرأب والتجميل يوم تعلمت حاجة جديدة خلي لي كلمة الختام مولاي في الختام هو موضوع شائك برشا وفي برشا جوانب ما نجموش نحكيو فيه في ساعة من زمان يمكن لازمنا نعملوا برنامج على 6 أشهر كل أسبوع نحكيو على حاجة ولكن باش القطاع يتنظم باش احنا نجمو نقدمو ونجمو نفيدو على المستوى نتاع القيادات راهو كيما نعاود نقول لك ديما سي عماده الاطباء هي اللي معنا احنا لي سوسيتي سافونت هما جمعيات اللي يمثلوا القطاع ومع وزاره الصحه باش نجموا نعملوا تقنين ونخرجوا قوانين ونخرجوا دي ديكري ونخرجوا دي سيرتيفيكاسيون كفاءات وكل على المستوى الشخصي احنا يمكن نتصور اللي طب الدور نتاعنا هو توعيه الدور نتاعنا ان نحكيو الدور نتاعنا ان نعلموا العباد نفسروا لهم ان نبسطوا المعلومه سي فري احنا زاد عندنا جانب يمنعنا على خاطر احنا ممنوعين من الاشهار ومن الببليسيتي وكل ممنوع منعا باتا خاطرنا اطباء ولكن على قليله تبسيط المعلومه وتوصيل المعلومه لعامة الناس باش حتى الحد من التجاوزات كي يبدا العبد عارف روحه وشنية الحكايه وعلاش باش يعملها وكيفاش باش يعملها يفيق هو بيده بالتجاوزات ويقول لي ما عادش يخلي روحه يوصل لك من بعد يجي يشكي ويقول لو صارت لي كومبليكاسيون الفلانيه ولا احنا يمكن الدور نتاعنا على المستوى الشخصي هي التوعيه ثم يعطيكم الصحه طوعية. وجودكم معناها معنا pour donner l'information ou la simplifier l'abid ou quoi. Mais malheureusement, le temps, tu as 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 le temps, tu as